مشاهدينا الكرام في كل مكان، مشاهدينا الأعزاء في فلسطين المحتلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بانوراما فلسطينية الذي يأتيكم من استوديوهات الحوار الجديدة في لندن، ونبدأها باستعراض أهم الأخبار الأسبوع، ثم نضع تحت الضوء الأبرز منها لنكشف تفاصيله وأبعاده، وبعد الفاصل نناقش قضية الأسبوع مع عدد من الخبراء والمحللين. أهلا بكم. القضية التي سنناقشها هذا الأسبوع هي الموقف الأمريكي من حل الدولتين والتلميح بقبول أمريكا بحل الدولة الواحدة، وذلك وفقا لما جاء في المؤتمر الصحفي بين الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء الماضي. وسنحاول التعرف على المقصود بالدولة الواحدة وفقا لرؤية ترامب ونتنياهو، وعلى التداعيات المتوقعة لذلك على القضية الفلسطينية، ونجيب على أهم التساؤلات التي أثارها لقاء نتنياهو مع ترامب. هذا ما سنناقشه في الجزء الثاني من البرنامج، أما الآن فسنبدأ باستعراض أهم الأخبار الفلسطينية في هذا الأسبوع. أثر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل دولة الاحتلال من شن حرب جديدة على قطاع غزة، وأكد أن خيار الفلسطينيين هو الصمود والقتال الضاري بلا هوادة، وقال إن حماس طورت من أدوات المقاومة ووصلت إلى بناء جيش من المحترفين. كشف وزير جيش الاحتلال ليبرمان عن نية حكومته بناء ميناء ومطار في غزة وإقامة منطقة صناعية في معبر كرم أبو سالم وتوفير 40,000 فرصة عمل لسكان القطاع مقابل تخلي حماس عن سلاح المقاومة ووقف حفر الأنفاق، نافيا في الوقت نفسه عزم قواته شن هجوما على قطاع غزة. انتخبت اللجنة المركزية لحركة فتح القيادي محمود العالول نائبا لرئيس الحركة، فيما تم اختيار جبريل رجوب أمينا لسر الحركة، وحافظ صائب عريقات على مسؤولية ملف المفاوضات. طالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967. عقد القيادي المفصول من حركة الفتح محمد دحلان مؤتمرا شبابيا في القاهرة في فندق الماسة التابع للقوات المسلحة المصرية في تحدي واضح لرئيس السلطة محمود عباس، وفتحت السلطات المصرية معبر رفح الحدودي بشكل استثنائي لعبور قيادات فتح القادمة من قطاع غزة للمشاركة في المؤتمر. نددت منظمات مغربية بتواجد وفد إسرائيلي على أرض المملكة على خلفية مشاركته في المؤتمر الاستراتيجي الإقليمي حول التعليم والتدريب المهني والكفاءات من أجل التنمية الاقتصادية الذي تنظمه مؤسسة التدريب الأوروبية في العاصمة الرباط. إذن أسبوع حافل بالتفاعلات والأخبار الفلسطينية، ولكننا اليوم سنضع تحت الضوء الخبر الأبرز منها، وهو المتعلق بانتخاب يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة. أهلا بكم. فقد انتخبت حركة حماس في قطاع غزة القيادي البارز في جناحها العسكري يحيى السنوار مسؤولا لمكتبها السياسي في قطاع غزة، حيث تمت الانتخابات خلال الأيام الماضية في مناطق القطاع المختلفة، وقد فاز القيادي خليل الحية بمنصب نائب الرئيس، بينما أعيد انتخاب أحمد بحر لرئاسة مجلس شورى الحركة في القطاع. ومن المقرر أن تستكمل حركة حماس انتخاباتها الداخلية في الضفة الغربية وخارج فلسطين، والتي بعد استكمالها سيتم انتخاب رئيس المكتب السياسي والقائد العام للحركة، والمرجح أن يتم ذلك قبل نهاية شهر مارس آذار القادم. وقد أثار انتخاب يحيى السنوار الأسير المحرر في صفقة التبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط
بمنصب رئيس المكتب السياسي للحركة العديد من الأسئلة والتوقعات والتحليلات، وللوقوف على أهمها ولإلقاء الضوء أكثر على هذا الخبر نستضيفه عبر سكايب السيد حسام بدران الناطق باسم حركة حماس من الدوحة. سيد حسام أهلا وسهلا بك معنا. حياكم الله، يا مرحبا. سيد حسام، هل شكل انتخاب يحيى السنوار من الجناح العسكري للحركة أو من الخلفية العسكرية مفاجأة داخل حركة حماس نفسها، أم أن الذي تفاجأ بالأمر فقط هم المراقبون والمحللون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، نحن ندرك في قيادة الحركة أن أمر حماس سواء من خلال قراراتها أو سياساتها أو حتى انتخاباتها وقياداتها لم تصبح أمرا خاصا بالحركة ولا شأنا داخليا، بل أصبح له اهتمام محلي وإقليمي ودولي، لأن كل شيء من الحركة ينعكس على القضية وعلى الشعب ككل، وبالتالي يعني هذه حالة طبيعية ونحن نتعامل معها بإيجابية كبيرة. موضوع انتخاب الأخ القائد وصديق القيد وزميل السجن لسنوات طويلة الأخ يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة، لم يكن أمر مفاجئا في داخل الحركة. الأخ يحيى أصلا في خلال الدورة الحالية كان عضوا في قيادة الحركة في قطاع غزة وعضو في المكتب السياسي المركزي للحركة، وبالتالي هو يعني لم يكن بعيدا عن القرارات الرئيسية والمركزية السياسية والتنظيمية والعلاقات الإقليمية والعلاقات الوطنية، هو جزء من قيادة الحركة أصلا، وبالتالي كان هو كغيره من الشخصيات مؤهلة أن تكون على رأس الحركة في قطاع غزة، والأمر كان وما زال منوط بالانتخابات وبرأي أبناء الحركة وقياداتها وكوادرها في قطاع غزة. لكن سيد حسام، هل تتوقعون أن يعكس انتخاب يحيى السنوار، هل يعني يعكس توجهات جديدة داخل حركة حماس وقواعدها التي أفرزت هذه النتيجة؟ حركة حماس كما هو معلوم حركة مؤسسات، يعني لا يمكن لأي شخص مهما كان موقعه أن يكون هو الوحيد المؤثر في اتخاذ القرارات. لا شك أن وجود أي شخص على رأس الهرم له ظلاله وله تأثيره، وبحسب قناعاته يمكن أن يؤثر هنا وهناك، لكن البوصلة بالإجمال هي بوصلة حماس المتفق على أسسها وعلى منهجيتها وعلى يعني المسار العام لهذا التحرك سواء داخليا أو حتى خارجيا. لكن انا اقول انه الانتخاب الاخ يحيى السنوار هو جزء من الحاله الطبيعيه، وبالتالي وجوده على راس الحركه في قطاع غزه بلا شك انه يعني يشير الى المزاج العام لابناء الحركه وكوادرها الذين شاركوا في الاقتراع وفي الانتخابات في قطاع غزه. لكن البعض يتحدث سيد حسام عن ان انتخاب السنوار هو انتصار لجناح على جناح داخل حركه حماس، هل هذا معقول؟ يعني هل هناك انتصار للجناح العسكري على الشق السياسي من العمل في داخل حركتكم؟ يعني اولا ليس هناك صراع بين اجنحه في داخل حركه حماس. الجناح العسكري وهو يعني شرف المقاومه وعزتها المتمثل في كتائب القسام هو يتبع تلقائيا بحسب اللوائح وبحسب يعني ما يجري على الارض فعليا، يتبع للقياده السياسيه للحركه، وهو يعني جزء اصيل من الحركه وليس جناحا يعني منفصلا او صاحب يعني وجهه نظر خاصه. لذلك لا يوجد هناك صراع ما بين العسكري والسياسي سياسي إنجاز التعبير، والأخ يحيى اللي ينتخب لهذا الموقف بصفته التنظيمية والسياسية وليس بصفته يعني قائد عسكري. يعني أن يكون الإنسان من خلفية عسكرية أو سبقا عمل في كتائب القسام ثم يصبح رئيسا للحركة في قطاع غزة أو حتى يتولى أي منصب سياسي أو تنظيمي في أي موقع، هذا لا يعني سيطرة جناح على جناح. بالعكس، نحن نتحدث عن حركة مقاومة، حركة مقاومة الوضع الطبيعي أن تكون قادتها كلها تتبنى المقاومة بطريقة أو بأخرى، ليس شرطا طبعا أن تكون قد مارست العمل المسلح أو الكفاح المباشر في الميدان، لكن هذه الحركة حركة مقاومة، وبالتالي الوضع الطبيعي أن تكون قيادتها كلها قيادة مقاومة تتبنى هذه الفكرة وتؤمن بها وتعمل من أجلها. سيد حسام، لا شك أن انتخاب أي قائد لحركة حماس في قطاع غزة، وربما لاحقا نتحدث عن القائد العام للحركة في الانتخابات القادمة، أي قائد ينتخب لابد لشخصية هذا القائد من تأثير على مستوى العلاقات مع ثلاث أطراف رئيسية في الصراع،
أولا دولة الاحتلال الإسرائيلي، ثم السلطة الفلسطينية والإقليم بشكل عام. الآن ما هو تأثير انتخاب يحيى السنوار على لنبدأ على العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وهي التي تحتل الأرض، وحركة حماس هي حركة مقاومة لإخراج هذا الاحتلال؟ كيف تنظر إسرائيل لوصول يحيى السنوار إلى هذا المنصب، وكيف ستتعامل مع قطاع غزة بناء على ذلك؟ يعني وكان البعض يشير وكان الفترة الماضية خلال السنوات السابقة كان الاحتلال لم يبادر بالهجوم على قطاع غزة في أكثر من مرة وفي أكثر من حرب خلال سنوات قليلة ومحدودة، وكان الحالة كانت هي حالة استقرار، ومجرد انتخاب الأخ يحيى على رأس الحركة في قطاع غزة سوف يقلب الأمور. نحن نتحدث عن شعب يعيش تحت الاحتلال وهو يعيش حالة الدفاع خاصة في قطاع غزة. الاحتلال دوما كان هو المبادر لكل الحروب السابقة ولكل الاعتداءات على قطاع غزة، وحماس والقسام وكل فصائل المقاومة وشعبنا طبعا من بعد ذلك كانوا في حالة دفاع عن النفس، وهذا حق طبيعي. الاحتلال يحاول من خلال وسائل الإعلام مؤخرا أن يشير وكأن تغير القيادة في قطاع غزة هو إشارة إلى قرب حرب جديدة على قطاع غزة. أنا أعتقد هذه قراءة خاطئة، وهذا محاولة لحرف الصورة الحقيقية التي هي احتلال يعتدي على الشعب الفلسطيني وشعب يعني يبذل ما لديه من قدرة ومن إمكانيات للدفاع عن نفسه وعنه. لكن سيد حسام، لا شك أن الخلفية العسكرية والتاريخ النضالي ليحيى السنوار وتشدده ربما من وجهة النظر الإسرائيلية على الأقل والمحللين الإسرائيليين قد يدفع دولة الاحتلال إلى حرب استباقية على غزة. هل يمكن أن يحصل ذلك؟ هل تتوقعون ذلك من دولة الاحتلال؟ يعني دولة الاحتلال يمكن أن يتوقع الإنسان منها كل شيء. شعب فلسطيني جاهز لكل الخيارات. نحن بالتأكيد لا نسعى لحرب جديدة في قطاع غزة، ونحن ندرك تماما الحاجات والضرورات لاستمرار يعني حالة من الهدوء على الأقل النسبي في قطاع غزة لترميم ما تم تدميره خلال الحروب السابقة، وكي يأخذ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يعني حقه في إعادة ترتيب أوراقه الداخلية وفي يعني تحصين الجبهة الداخلية. الاحتلال إذا أقبل على حماقة كهذه فهو قرار نابع من ذاته ولا علاقة له بأي تغييرات في قطاع غزة، سواء كانت تتعلق بانتخابات حركة حماس أو بأي حجج أخرى. الاحتلال لا يحتاج إلى ذريعة لممارسة العدوان والاعتداء على قطاع غزة، وإلا ماذا نفسر هذه الحرب المتواصلة على الضفة الغربية من اغتيالات واعتقالات واقتحام بيوت دون وجود بنية يعني عسكرية مشابهة لتلك التي موجودة في قطاع غزة سواء لحماس أو لغيرها؟ دعني أنتقل إلى تأثير انتخاب السنوار على علاقتكم بالسلطة الفلسطينية، بحركة فتح، بملف المصالحة. كيف ترى تأثير وجود السنوار على رأس قمة الهرم في قطاع غزة حتى الآن على العلاقة مع السلطة وإمكانية المصالحة معها؟ كثير من الناس والمراقبين والمتابعين لا يعرفون شخصية الأخ يحيى السنوار عن قرب. نحن الذين نعرفه عايشناه سنوات طويلة. أنا أقول هذا الرجل هو شخصية قيادية وطنية بامتياز، وهو صاحب أفق سياسي، وهو لديه قدرة واسعة على بناء العلاقات مع الجميع. والإشكالية في العلاقة الوطنية ما بين حماس وفتح طيلة السنوات الماضية في الحقيقة لم تكن لدى حماس ولم تكن لدى أي شخصية في قيادة حماس، ومع ذلك لم تصل المصالحة إلى التطبيق على الأرض. للأسف كانت المشكلة دوما لدى الطرف الآخر وبالذات لدى الرئيس محمود عباس الذي يرفض أن يطبق ما يتم التوافق عليه، سواء اتفاقية الشاطئ أو ما قبلها أو حتى اللقاءات الأخيرة خلال العام الماضي في الدوحة. المشكلة ليست عند شخصية في حماس ولا عند قيادة حماس، مشكلة العلاقة الوطنية الفلسطينية بالذات في موضوع المصالحة موجودة لدى الإخوة في حركة فتح وبالذات قيادة حركة فتح. طيب فيما يتعلق بالإقليم، من الضروري أن نلقي الضوء على تأثير انتخاب يحيى السنوار على العلاقة مع كل من تركيا وقطر وهي الأقرب إلى حركة حماس، ومصر وهي الأقرب جغرافيا إلى قطاع غزة، وكذلك إيران التي كانت وربما ما زالت لا ندري الأقرب إلى الجناح العسكري لحركة حماس. ما هو تأثير انتخاب السنوار على هذه الدول في الإقليم؟
يعني اولا علاقات حماس الخارجيه مع الاقليم وحتى مع الاطراف الابعد عن الاقليم لها اسس ولها منهجيه واضحه متفق عليها لدى الحركه، وحتى عندما يتم يعني او البحث في تغيير معين بالاليات مع هذه الدوله او تلك، هذا الامر يرجع الى مؤسسات الحركه، احيانا الى كل اعضاء المكتب السياسي، وفي بعض الاحيان ربما يرجع حتى الى مجلس الشورى العام لاتخاذ قرار فيما يتعلق باي تغيير جوهري دعنا نسميه في هذه العلاقات. عمليا نحن كنا وما زلنا حريصين على وجود علاقات طبيعيه وصحيه مع كل الاطراف الاقليميه، بما في ذلك طبعا مصر، بما في ذلك ايران، بما في ذلك طبعا تركيا وقطر وكل الاطراف العربيه والاقليميه الاخرى، والعلاقات بيننا وبينهم لا تبنى على مصالح حزبيه ولا على مصالح قياده حركه حماس هنا وهناك. اصل العلاقه مبني على فكره دعم القضيه الفلسطينيه ودعم شعبنا وحقه في مقاومه هذا الاحتلال، وتقديم كل ما يمكن سواء على المستوى المادي او المستوى السياسي او الدبلوماسي من اجل ان نواجه هذا الاحتلال الذي يحاربنا ومعه اطراف دوليه يعني عديده تسانده. ولذلك العلاقات الخارجيه بين حماس وبين كل الاطراف الاخرى هي علاقات راسخه ومبنيه على اسس واضحه ومتفق عليها ولا تحكمها يعني مواقف اشخاص هنا او هناك. سيد حسام، سؤال اخير، هل انتهت الانتخابات في الضفه الغربيه وفي الخارج؟ ومن تتوقعون أن يكون على رأس قيادة الحركة كقائد عام وزعيم لحركة حماس في الدورة القادمة؟ الانتخابات في الضفة الغربية بالذات يعني فيها كثير من التعقيد بسبب الأوضاع الأمنية، هي ستبدأ خلال الأيام أو ربما الأسابيع القليلة القادمة، وكذلك أيضا الانتخابات في خارج فلسطين. أما من يكون على رأس الحركة فبلا شك أنه من يقوم باختيار مجلس الشورى العام بحسب اللوائح والأنظمة، ونحن واثقون بأن كل خيار يأتي من خلال هذه الآلية الشورية الديمقراطية فيه مصلحة لحركتنا ومصلحة لقضيتنا ومصلحة لشعبنا بإذن الله. حسام بدران المتحدث باسم حركة حماس من قطر، أشكرك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. والآن مشاهدينا الكرام نخرج لفاصل قصير، نعود بعده لنناقش بعمق قضية الأسبوع ونفتح الحوار حول فكرة حل الدولة الواحدة وأهم ما جاء في لقاء الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فأرجو التفضل بالبقاء معنا.